ما الشروط التي تتقدم الصلاة ويجب على المصلي أن يأتي بها بحيث لو ترك شيئا منها تكون صلاته باطلة؟ الشروط التي تتقدم الصلاة ويجب على المصلي أن يأتي بها حتى تصح صلاته هي: أولا، العلم بدخول الوقت أو غلبة الظن بدخوله، فكل صلاة لها وقتها، وقد قال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمن صلى قبل الوقت بطلت صلاته، ومن صلاها بعد خروجه كانت قضاء ولا بد منه. ثانيا، الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية التي فيها التطهر من الجنابة أيضا. وعند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله كان التيمم التراب. وفي الحديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن. ثالثا، طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلى فيه، طهارته من النجاسة الحسية إن أمكن. ودليل طهارة البدن أحاديث الاستنجاء من البول والغائط، وهي كثيرة. أما طهارة الثوب ففيها قوله سبحانه: وثيابك فطهر، إلى جانب أحاديث أخرى. وأما طهارة المكان فلحديث البخاري وغيره، وفيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصب الماء على البول الذي باله الأعرابي في المسجد. والحق أن هذه الطهارة واجبة وليست سنة. رابعا، ستر العورة، لقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمراد بها ستر العورة، والمراد بالمسجد الصلاة. وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة كل جسدها ما عدا الوجه والكفين على رأي الجمهور. وهي عند مالك مغلظة يجب سترها وتبطل الصلاة بدونه، ومخففة تصح بدونه مع ندب إعادتها في الوقت. والساتر العورة لا بد أن يكون كثيفا لا يشف عما تحته، ولا يضر إن كان محددا لها. ويحرم على المرأة أن يطلع عليه رجل أجنبي منعا للفتنة. خامسا، استقبال القبلة، وهي الكعبة. والجمهور على وجوب استقبال جهتها لا عينها، ما دام لا يستطيع ذلك. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولا يسقط هذا الشرط إلا عند العجز كالمريض والمكره والخائف، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وكذلك لا يشترط عند صلاة النافلة للمسافر الراكب للدابة، ولا يستطيع أن يتم الركوع والسجود، فيومئ بهما، وقبلته هي حيث اتجهت دابته. ودليله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم: وقيس على الراحلة وسائل السفر الأخرى التي يصعب استقبال القبلة في صلاة النافلة عليها. هذه هي أهم الشروط، والله أعلم.